كما قلت لكم غادي نوريكم الوصفه ديال الدجاج بالاعشاب. اول حاجه غادي ناخذوا واحد الدجاجه هكا اللي انايا قسمتها على من الوسط بحال هكا باش كلها حليتها. وغادي ندير فيها المقادير التاليه. دونك غادي نحتاجوا شويه ديال البزار بحال غادي نشرملها بعدا وعاد نديروها في الطبسيل باش تطيب. دونك غادي نديروا شويه ديال البزار عليها نشرملوها مزيان. غادي نديروا معاها الملحه على حسب الذوق، شويه ديال الملحه. غادي ندير معاها هنايا الثومه، يا كتبغي الثومه ندير هنايا بحال قياس ديال واحد المعلقه بحال هكا ديال الثومه، تيجي زوين بزاف الثومه. بالنسبه للناس اللي ما كيستحملوش الثومه يمكن لهم يحيدوها. الوغ هنايا خليت واحد الدريسات اللي غادي نديرهم في الطبسيل ديال اللي غيمشي للفران، حيت هادي غطيب في الفران. هنايا عندنا شويه ديال سكينجبير المحكوك، دونك غادي نديرو حتى هو قيمت بحال هكا واحد زليفه صغيوره ديال السكينجبير محكوك. غادي ندير معاه شويه ديال الصوجا، كيعطي واحد المذاق زوينه الصوجا مع سكينجبير، سكينجبير اللي هو فخي. دونك غادي نديروه كما شفتوا، انا ما درتش سكينجبير الاخر، درت غير داك اللي هو باقي طري. الا ما كانش عندكم كذلك سكينجبير اللي طري ماشي مشكل، ديروا سكينجبير العادي. هنايا غادي نديروا واحد شويه ديال زعتره طبيعة الحال مغسولة وميبسة، شوية ديال الزعترة فوالا. ملي تبغيو تشرملو هاد الدجاجة هادي ما ديروش معاها من الأول الزيت، لأن الزيت ما غاديش تخليها تشرب هاد المقادير. الزيت ما ديروها حتى الأخر، وهنا غادي نستعملو زيت ديال العود. دونك غادي ندير لها بحال هكا نشرملها مزيان. كما شفتوها كما قلت لكم هي خليتها محلولة باش طيب وتجي مشرملة ويدخل فيها هاد التشرميلة هادي تدخل فيها مزيان، كتعطي واحد المذاق رائع وسهله للتحضير، زعما ما فيها حتى شي حاجه، كطيب حتى هي دغيا دغيا. دونك غادي نديرو لها بحال هكا. هي خصكم تخليوها على الاقل واحد الساعه حتى ساعه ونص تشرمل وعاد طيبوها. انا ما عنديش الوقت غادي نطيبها، غادي نوريكم ديريكتومون، ولكن اللي وجدت راه ديجا شرملتها من قبل عاد طيبتها. دونك غادي نوريكم كيفاش غادي نحطوها في الطبسيل ديال اللي غيمشي للفران. دونك غادي ناخذوا هاد الدجاجه كما قلنا مني شرملناها، غادي نديرو هنايا واحد شويه ديال زيت العود بقيمه واحد جوج معالق كبار ديال زيت العود، نبداو بهم هما الاولى. غادي ناخذو الدجاجه وغادي نحطوها على هاد الشكل هذا ونسرحوها بحال هكذا، نسرحوها باش كطيب دغيا. شحال ما كانت محلوله بحال هكا غادي طيب لنا دغيا دغيا، وكتجي رائعه. مني ان من بعد غادي ملي كطيب كنحمروها واحد شي شويه. هنايا اش غادي ندير معاها؟ غادي نزيد معاها واحد الاعشاب المنسمه اللي هي هكا صحيحه، غنحطوهم من الفوق. هنا عندنا زعتره، غادي ندير معاها عويد ديال اليازير، وغادي ندير معاها واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى. من بعد غادي ندير معاها زلافه على قد هكا. انا هنا اختاريت البطاطا اللي هي صغيره لان ما كتكونش فيها شبع الماء وبالتالي ما كتحلش، حتى ملي كطيب كتجي بنينه وزوينه. البطاطا الكبيره كتكون فيها الماء بزاف بالتالي كتحل لنا ملي كطيب. دونك هادي انا بالنسبه لي احسن ما كاين بالنسبه للتخضر ملي كنبغيو نخضروا بها، احسن ما كاين هي ديك البطاطا الصغيره، كتجي رائعه. هذا ماشي يعني ان اللي ما عندوش ما يستعملش البطاطا الكبيره، غير هادي كتجي احسن. دونك غادي نديروا هكا البطيطه، غادي نزيدو معاها البصله الصغيره، اللي ما عندوش بصله صغيره يدير البصله الكبيره ويديرها دواور، حتى هي راه كتجي مزيانه. دونك نديروها على هذا الشكل هذا. صراحه تيجي طويجن غزال وسهل كما قلنا، سهل في الطياب. هنا غادي نزيد معاه واحد الخمسه ديال النيوريا، كتعطي المذاق حتى هو زوين، خمسه ديال الحبات ديال النيوريا. ومن بعد غادي نزيد الدريسات ديال الثومه اللي غادي نخليهم صحاحين هكذا، ونعاود ندير التتبيله فوق لهاد الخضر هادي. راه غندير التتبيله غير بيديا، دونك شويه ديال الملحه نديروها فوق الخضره، وغادي ندير شويه ديال البزار هكذا، وغادي ندير شويه ديال الزعتره اللي غادي نكبها هكا من الفوق، نحطو واحد وريقه ديال موسى حتى هي نزيدوها. دونك هادو هما الاعشاب المنسمه اللي درنا، عويد ديال اليازير نسيت ما درتوش،
غادي نديرو حتى هو، ومن بعد غادي ندير معاه واحد شويه ديال الماء. هنا غتردوا لها البال باش طيب غير بشويه عليها وطيب مزيانه. غنديروا شويه ديال الماء وغادي ديروها في الفران على 200 درجه، وغادي تقابلوها في الطياب كل واحد على حسب فرانه وعلى فوقاش غادي طيب له. وغادي ندير معاه هنايا درت مسلالة اللي ديجا سلقتها، مسلالة اللي باسله ما فيها لا من الحلاوه والو، سلقتها من قبل داكشي علاش كتشوفوا المنظر ديالها بحال هكا. غادي نزيدها، انا كنسلقها باش ما تطلقليش المروره بزاف في هاد الاكله هادي. فوالا وصافي غادي نغطيوها. اللي ما عندوش التبصيل بحال هكا اللي كيتغطى نيشان باش يمشي للفران، يدير عليها البابيي كويسون وعاد يديرها طيب، وكما قلنا تقابلوها في الطياب باش ما تحرق لكمش. وتلاقاو بعد قليل باش نشوفوا الطريقه ديال التقديم. الدجاج بالاعشاب المنسمه هذا وجد، دونك كما كتشوفوا كيجي مشحر مقلي وما شهيتكم في واحد الريحه طالعه في البلاطو رائعه جدا. نتمنى انكم توجدوا هذه الوصفه هذه، وبالصحه والراحه.